الآن هذه بحيرة الفراولة بعد 9 أشهر. هذا المدخل، هذول الزوار، الناس جايين. راح ندخل الآن لبحيرة الفراولة. السلام عليكم. ما شاء الله ترتيب. طبعا يوجد جلسات مرتبة ومنظمة. راح نبدأ أول شيء بالبحيرة. ما شاء الله. فيه أيضا بوفيه، في مسجد للصلاة، في دورات مياه ما شاء الله، وفي الأطفال الجميلين هذولا ما شاء الله. هنا جلسات عامة، هناك موجود خيام، هذه خيام أيضا للإيجار، ألعاب الأطفال، كرمكم الله، دورات مياه، مسجد للصلاة، مصلى. أيضا بوفيه، ممكن تأخذ مشروبات من هنا، تحصل على الماء. هذا حنا أكملنا الجولة هنا. مساك الله بالخير أبو وليد. والله الله الخير والعافية. نبغى نروح للبيت المحمي ونشوف الفراولة. يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير أخوي أبو وليد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا مرحبا، مساء الخير والعافية أبو وليد. زرناك قبل 9 أشهر وقلت إن شاء الله تشوفون التحسن اللي عندنا، وال يعني التعديلات اللي راح نعملها. وش سويتوا خلال 9 أشهر أبو وليد؟ زي ما انت شايف ابو زاهر، هذه الفراوله الان منتجه ومن افضل ما يكون الحمد لله، والزوار موجودين. بعد ما تطلع بعد شويه التصوير يكون برا، تشوف الزوار اللي برا والجلسات، والناس تجيب انفسها وتقطف، وكل شيء باذن الله على خير ما يرام بعون الله سبحانه وتعالى. انا شفت الانتاج مميز، واحنا باذن الله سبحانه وتعالى راح ناخذ لفه مع المتابعين الكرام ويشوفون الانتاج. بحيره الفراوله خلال 9 أشهر صار فيها نقلة صراحة غير اللي شفتها سابقا. ما شاء الله حتى الأعداد كبيرة جدا. الآن البيت المحمي الواحد كم ياخذ؟ البيت يعني احنا عشان عندنا زوار وكذا، فعندنا المسافات وخلينا كبيرة شوي، نحط في البيت من 18,000 إلى 20,000، وبالإمكان نوصلها إلى 25,000 في حالة أن تكون المسافات أقل. يعني البيت المحمي الواحد 40 × 9 كم ياخذ شتله؟ يعني من يعني في 20,000 هذه مناسبة جدا مساحات، ولو تضغط المسافات بيصير معك إلى 25,000. 25,000 شتله. أي نعم. طيب البيت المحمي العادي الزراعة الأرضية كم ياخذ؟ ما يتجاوز 4,000. ما يتجاوز 4,000. 4,000. فرق كبير جدا. يعني البيت المحمي الواحد بنظام البايبات يعادل 5 بيوت محمية بالنظام الارضي. زراعه راسيه، ها زي ما انت شايف، يعني زراعه بارتفاع مترين. نعم. يعني هذا بيكون على الارض وهذا بارتفاع مترين. طيب الله يرضى عليك ابو وليد، انا شايف انه انتم عملتوا تجربه للارضي. نعم. نشوف احنا وياك الله يحفظك. اي نعم، تفضل. هذا زرع ارضي، زراعه مائيه. زراعه مائيه ارضي. ارضي نعم. ما يصل 4,000 شتله. تقريبا 4,000 شتله اللي موجوده هنا. اقل من 4,000. نعم. واقل ايضا. أقل. نعم. طيب ابو وليد، يعني هل انت تنصح انه بالبايبات؟ يعني انا صراحه يعني اشوف انه بلا شك البايبات افضل بكثير. يعني اكيد اكيد هي موفره في المويه، وموفره حتى في اليد العامله، وموفره في المساحات. يعني عندك استغلال للمساحه في الزراعه العموديه، عندك استغلال للمساحه زي ما انت شايف، 20,000 او 4,000. اكيد بلا شك انه فرق كبير جدا. ايضا ابو وليد الله يحفظك، احنا تكلمنا سابقا عن البايبات وعن الفكرة تبعها. ايش اللي انتم عملتوه في البايبات وخاص فيكم انتم شخصي؟ احنا
احنا القطعه هذه القالب هذا القطعه هذه احنا اللي مصنعين، هذه موجوده عندنا احنا اللي مصنعينها واحنا اللي نقوم بتركيبهم، ويمكن في مزارع جهزنا لها بنفس النظام اللي عندنا، وفي ناس اخذوا منا القطعه هذه واعطيناهم الفكره واعطيناهم كيف طريقه تركيبها واستخدموها وسمموا مزارعهم. ما شاء الله، يعني القطعة هذه الآن اللي أمامي اللي تركب على البايب نفسه، نعم. أنتم الوكلاء لها؟ إحنا المصنعين لها. مصنعين، نعم. ممتاز جدا، حقها موجود عندنا وإحنا المصنعين، ممتاز لها. جدا تصنعونها، نعم. وتمدون فيها أصحاب المزارع، نعم. اللي يرغب إنه يعمل زراعة رأسية، نعم. اللي يبغى نعطيه، إذا أبغى البرج كامل من عندنا، ولكن أوفر له وأفضل له إنه يصنعها بنفسه، نعم. إحنا نعطيه القطعة هذه وممكن وهو يصلح البرج، أي نعم. طيب بالنسبة لنظام الزراعة، في الفيديو السابق اللي قبل 9 أشهر الناس كانوا يسألون إنه كيف عملية الزراعة المائية. طبعا العملية معروفة عند الجميع اللي يعملون في الزراعة المائية، لكن ربما ناس حب يطلع على الفيديو، فنبغى نعرف فكرة دوران الماء في البايبات هذه. الماء الخزان في الارض يكون مدفون في الارض، خزان في الارض، ما مدفون في الارض، يطلع منه المضخه تضخ على هذا اللي في نقاطات، كل برج عليه نقاط، البرج معبى بحجر بركاني في الوسط، نعم. الوسط الزراعي اللي نستخدمه حجر بركاني، نعم. شايف هذا الحجر البركاني، نعم. هذا حجر بركاني، وتنزل المويه بالنقاطات هذه، تنزل المويه من خلال الحجر البركاني، يمر بجذور الشتل كلها، الاشجار الفراوله كلها، الى ان يرجع للراجع، وبعدين يرجع مره ثانيه، نعم. للخزان، ينزل من البايب هذا، نعم. الى البايب الكبير اللي هو الراجع، نعم. نعم الراجع هذا، ومنه يرجع الى الخزان، نعم. جميل جدا. طيب ابو وليد الله يرضى عليك، نبغى ناخذ لفه احنا وياك والمتابعين الكرام يشوفون، بسم الله. بس الاكل مجاني الان يا ابو وليد، يعني احنا. طيب الانواع اللي موجوده عندك يا ابو وليد؟ احنا المركزين الان على الفستيفال هو الاكثر، والان دخلنا سويت شارلي في المركز موجود، بس بعد قل انه يتاخر في الانتاج واجواءنا حاره، هذا اللي بيدك، هذا هو الفستيفال، ما شاء الله، هو الاغلبيه عندنا، وهو اللي ناجح يعني بشكل عام، هو اللي ناجح، نجاحه مميز، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك لاخواننا. طبعا ابو وليد انتم يعني شباب سعوديين، نعم. قائمين على المشروع بانفسكم، نعم. بإذن الله سبحانه وتعالى تعكسون فكرة عن الشاب السعودي وعمل الشاب السعودي. البعض لا زال يتخوف من أنه والله شاب سعودي يعمل مشروع، أو أنه يعني ربما لن ينجح أو شيء من الكلام هذا. اللي أشوفه قدامي الآن هو نجاح يتبعه نجاح، الحمد لله. أنا زرتك قبل 9 شهور وزرتك الآن، في فرق كبير جدا، وبإذن الله راح نصور الجلسات اللي برا، يعني بحيرة الفراولة بإذن الله أصبحت أيقونة مميزة في مدينة الرياض، الحمد لله، هذا من فضل ربي، الحمد لله. طيب نواصل أبو وليد، ما شاء الله، شوف الإنتاج ما شاء الله، يعني شوف الثمر كيف، حبة الثمر والإنتاج والتزهير، ومع ذلك طالع مددات كمان ما شاء الله بعد، والحمد لله ما شاء الله تبارك الله. الزيارات هنا متى يا ابو وليد؟ احنا بالقطف الان عندنا الجمعه والسبت فقط، لان احنا على بدايه الانتاج الان، بدايه الانتاج الايام القادمه باذن الله بيكون على طول ايام الاسبوع. نعم. الان الزوار يجون الجمعه والسبت، من بعد صلاه الجمعه ان شاء الله احنا فاتحين الموقع ان شاء الله. باذن الله سبحانه وتعالى. يعني يوم الجمعه من الساعه كم؟ من الساعه 1 ان شاء الله شغالين. من الساعه 1؟ نعم. بكره فاتحين ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. بعون الله سبحانه وتعالى. الله يحييك انت ومتابعينك. الله يرضى عليك، الله يرضى. ما شاء الله تبارك الله، انتاج وفير ما شاء الله، حبات كبيرة ما شاء الله تبارك الله، هذه مزدوجة، هذه ما شاء الله، البركة من المولى عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم وينفع بكم وتخدمون بلدكم ووطنكم، تعكسون صورة مميزة عن المواطن السعودي والشاب السعودي في العمل الزراعي. زي ما انت شايف احنا اللي واقفين على الشغل ابدا، يعني احنا اللي واقفين على الشغل، والحمد لله يعني نجحنا ولله الحمد. الحمد لله. واشجع اي واحد بيدخل هالمجال واحنا داعمين له، اي معلومات اي افكار يحتاجها متوفره عندنا احنا حاضرين. ترى بحط جوالك وخلي الناس يتصلون عليك شخصيا. ابدا ما عندنا مشكله. اي شخص يبغى يسال عن النظام او يرغب في الحصول على القطعه او يستفسر عن البيت المحمي
راح يتصل عليك. بالنسبة للبيت المحمي احنا ما عندنا بيوت محمية بس النظام والزرع والشتل هذا اي معلومة تحتاجها احنا حاضرين. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، جزاك الله خير، كلام طيب جدا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الآن على بداية الإنتاج يعني الآن بداية الإنتاج، احنا زرعنا متأخرين شوي، هذه بداية الإنتاج ما شاء الله ما شاء الله تبارك. العمدان هنا في الخط الواحد كم في عمود تقريبا؟ 60. وهذه المسافة هذه انضغطت شوي، قربناها فيها أكثر. احنا الآن تقريبا البيوت عندنا احنا زارعين على 30 متر فقط الزراعة. نعم زارعين على 30 متر، تركين مجال في الأمام مجال في الخلف، 10 الزوار يوم يمرون. البايبات هنا أو الأعمدة كم عمود؟ الآن في الخط الواحد 60. 60 عمود؟ 60 عمود. نعم. العمود الواحد كم شتلة فيه؟ 42 شتلة. 42 شتلة؟ نعم. ما شاء الله تبارك. وفي اكثر يعني هذا الجزء هذا اللي احنا واقفين الان في هذه ترى المسافه قريبه فيه شوي، نسونا كتجربه نشوف مدى نجاحها غير اللي كنا عندها قبل شوي. ما شاء الله. البيت لو نفس المسافه هذه بيوصل معاك الى 25000 شيء. ما شاء الله ما شاء الله تبارك، يعطيك العافيه.